نحن اليوم بالأليو بجبال تنحتفل بحفل توزيع الجوائز للتلاميذ اللي ربحوا أوردز هالسنة بالكونفرنس بأدار. رح نعلن كمان بهيدا الإيفنت عن الكونفرنس اللي رح نكون أخذين عليه التوب بيرفورمرز اللي هن 6 تلاميذ. رح ناخذهم على كونفرنس انترناشونال اللي هو رح يكون بأمريكا. كمان ضمن الايفنت اليوم رح نكون عم نسلم الصليب الاحمر مبلغ عم نقدم لهم اياه من كل المدارس يلي كانت مشتركه معنا هيدي السنه يلي قاموا بحملات ضمن مدارسهم وبالشوارع عندهم بالمناطق كرمال يطلعوا هيدي المصاري تنقدر نساعد الصليب الاحمر انه يشتروا فان جديد او امبولانس جديد ليقدر يخدم الوطن من اقصى الشمال لاقصى الجنوب. هذا الايفنت بفرجي مختلف الكالتشرز والحضارات حول العالم وهو كمان بنفس الوقت احتفال انه نهايه هذا البروجرام تبع هذا السنه.